فؤاد ان شاء الله تمرق على خير مع نيلي وما يكون فؤاد عمل لي جريمه بهالبيت. ما بعرف ليه قلبي اسود. قلب الام مش ممكن يغلط. يا ماما لو بتعرفي قد ايه احب اشوفك بالفستان الابيض. مبروك يا عريس. بس لما الام ما بتلحق احساسها. وهلا مين الضحيه القادمه؟ رصيف الغرباء كل يوم خلال شهر رمضان المبارك بعد الأخبار على LBCI.